كان هاويا للتمثيل والوقوف على الخشبة، تعلم في مدرسة المسرح وشارك في العديد من الأعمال المحلية منها مسرحية مارتن لوثر كينغ، كما ويعمل على تدريب الهواة والممثلين المبتدئين. نتعرف على الممثل المقدسي فراس فراح. أنا من طفولتي يعني بحب المسرح، بحب المنصة. بالروضة عملت مسرحية أنا وكمان ولد، هي بتحكي عن النظافة وهيك، وحسيت إنه حلو أوقف قدام عالم، الناس بيضحكوا والناس بتفاعلوا. كمان بال2007 عملنا مسرحية اللي هي هو مسرحية كتبناها أخرجناها، وكانت بالحكواتي، شافونا بيشتغلوا بالحكواتي والأساتذة هون، وكان بتزامن مع إنه عم بيقدموا طلبات لمدرسة المسرح الصيفية، فبعتوا إذا حابين يعني لكل الشباب اللي كانوا بالمسرحية، وتقريبا كلياتنا دخلنا بالمدرسة يعني. بعتوا لنا طلبات، قدمنا، جينا عملنا هون بهاي القاعة أوديشن، وانقبلنا على المدرسة، وكانت 3 أشهر بالصيف، وبعدين كملنا انتنسيف وركشوبس هون وهناك وبإيطاليا وهون. استمر الإشي يعني كبروسيس، كسيرورة دراسة لسنتين تقريبا، اللي درسنا فيه تحليل نصوص، تاريخ مسرح، تمثيل. وبعد هيك اشتغلت أول عمل مهني لي بالحكواتي اسمه محطات من حياة مارتن لوثر كينغ، كنت أعمل فيه شخصية مالكوم إكس، إخراج كامل الباشا، إنتاج مسرح الوطني، واشتغلت كمان ليل الليالي كمان مع نبيل الأذن، كمان إنتاج المسرح الوطني كان نابلس، كمان بالقدس انعرضت. بالنسبة إلي المسرح هو المكان اللي المنفذ يعني، خلينا نحكي، والبيت بنفس الوقت. المسرح بده طاقة كتير بيور، كتير نقية، لأنه it's a one time shot، وفرصة واحدة أنت بتطلع على المنصة وبتكون بالتركيز الفل، بالردة الفعل والفعل، بالسمع والجواب. فالمسرح كتير كتير بده طاقة تكون كامل التركيز، فيش إعادات، والمسرح فيه تقدير، إنه لما أنت تعمل عرض الناس بتيجي بتحمل حالها، بتطلع بإجريها وبتيجي بتحضرك. أنت ما بتوصل على البيت ويمكن كبسة تنطفى عليك، أو يتغير القناة، أو توقف تروح على الحمام وترجع. لا، المسرح أنت بدك تروح عشان تحضر الممثل، ففي إله قيمة يعني منيحة بالنسبة للممثل، يعني إذا أجاله 10 ولا 20 يعني هذا إشي. وكمان بشجع الناس تحضر مسرح بشكل عام، يعني المسرح هو أبو الفنون،